السلام عليكم دزير بوي بيج رياكشن جانيكم وليد برياكسيون جديدة كالعادة والعويد جديد موجود دونك بيج رياكشن موجود وانتو ما تعرفوا الشيء في يانج اير زيد هبطرنا التيتر اسمه توتو باسا فهمتني ولي باز سافور يا بالطليان يا بالاسبانيول نورمال مو بالاسبانيول خاطروا في اسبانيا ماذا ما يمنعش كليب اوفيسيال تيتر ما عندوش اكثر من 5 سوايع الوليد يانج اير زيد لازم ياخو حقه كي نقولوا عليه الصاحبي الحبايب قاعد يخدم على روحه قاعد كل جمعة يعبط لك كليب كل جمعة يعبط لك تيتر بالكليب اوفيسيال متاعو دونك حاجة شبابة حاجة مزيانة فهمتني ولا مركز مع كاريرو وهذاك باش يفيدو باز 1000% ماهيش حكاية فيويات الولاد حكاية كونتينياسيون ديما نقولها باش تخدم حاجة في السوشيال ميديا فهمتني ولا سواء رابر سواء يوتيوبر سواء اللي تحب انت لازمك كونتينياسيون ما تخزرش الفيويات ما توصل لحد شيء كمل اخدم واخدم تتلقى السيبورت تتلقى الخدمة وتتخدم على روحك وتلقى نتايج بعد صحيح يبطاو ومكثرية مدامك في تونس باش يبطاو برشا فهمتني ولا اما هذا ما يمنعش باش توصل قدرة ربي ليتس جو ولا تشوف شنو الفوضى مع بعضنا يلا مارينا على بلاصه هذا يا صاحبي تي في المارينا في بنزرت يا اخي في علينا راه الاولاد نعطيكم الزبده فاتلك معاكم فايا عينك ذوات لي دلام صوتك عايشني احلام ما وبقى كله كلام باز باش يبغى كله كلام صح حد فينا ما يتلام يزي ما عاشنا فلام ما وبقى كله كلام عشت معك لافي بالنية انا قلب سافي مع بيبي لاف كنت تغير عليا عمر كل شي يتبدل توا ما ترفيش يكلم حلوة كم نادم يتغرب بقوة وغيبك البحر يجوع صاحبي الولاد بالنسبة للعباد اللي مازالت كي خارجة تو مازالت كي خاصة مع صاحبته ولا خطيبته ولا مرته ولا سفارة فهمتني ولا ما تركزش مع الكلام برشا خاطر باش يوجع لك قلبك اما نورمال صاحبي تكبر وتنسى راه الدنيا ما تقف على حد انا توحشت عشيري الاول انا توحشت عشيري الاول القعدة معاك كانت تدور في الاول انا توحشت عشيري الاول توتو باسا روح خروتو فاسا وحرف اللوتو روتو واسا طلع في صوت باش تسمع قلبي تعب في تونس الولاد شفت في تونس بالبلاك نتاع التاكسي شفت كيف روح الحبايب يدور لي بجرد غيري يا ويلي اهم الناس اللي تشكيلي في ليلي وين مشيتي وخليتيني ما شيري امي قالت لي بص جبيني يكفيني عشنا وسط الفافيلا ليام فيك نسوني انا اللي حسبتك ما بلا من الناس اللي يحبوني شحال قاسينا يا يما في بلادي ظلموني وحدي في الليل ويا لله مشيت وما قلت لك شي باي ما ربحت منهم حتى شاي تي قلوبك حالت كيما الرايبان يا واي تي امي زغرت ورا راي في البردان تفكر هي اللي لازمتني بديت بالعيب حتى كي قربت لي بقات بعيد صاحبي هي اللي حبتني والوقت الصعيب يباز الوليد الوقت صعيب صاحبي برشا برشا ما فما انا من العباد اللي نمن ما فما حتى ظرف باش يخلي حتى بشر يخلي بشر تو سامبلومون لا اكثر لا اقل وليد من الاخر فما سبب واحد اللي هو الخيانه ريت ابار الخيانه انسان باش يخليك ولا انسانه باش تخليك وتقول لك ظروف ولا مكتوب ولا راي ملعوبه ومحسوبه من قبل فهمت ولا جات المرحله معينه ما عادش عينه بيك تو سامبلومون ولا ما عادش عينه بيك تو سامبلومون من الاخر الولاد مانيش نحشي في العباد ومانيش ندافع على العباد بالعكس نعطي فيك في الحقيقه ما فما حتى ظرف في الدنيا هذه يخلي زوز يحبوا بعضهم يبعدوا على بعضهم ولا يخليوا بعضهم ولا واحد يخلي الاخر ولا الاخر تخلي الاخر فهمت من الاخر نعطيك الزبده تاكي تكبر توالا ديجا كبير وتعرفوا الاحساس والعباد اللي ما تعرفش الاحساس
قد ما باش تكبر في العمر قد ما باش تعرفوا الاحساس هيك للاسف هيك الدنيا صاحبي. Evil world, you know. Allah غالب صاحبي. يغيروا باز منك باش يغيروا مادام عندك انا يا امي الحنانة ولدك زيدي ادعيلو هي تعرف من حيرو دموعك معايا يطيرو تي ما تخافش لابس انا كلمة الناس اللي شارب عكريرو عشنا وسط الفافيلا لايام فيك انا الثوني ايه. انا اللي حسبتك ما بلا من الناس اللي يحبوني شحال قاسينا يا يما في بلادي ظلموني وحدي في الليل ويا لله مشيت وما قلتلك شي باي 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 مربحك منهم حتى شاي 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 تي قلوبك حالتك من رايبان يا واي واي تي امي تزغرت ورا راي راي في البردان معقول معقول صاحبي معقول شبابة 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 العملية دولاد يانجر زيد كيف ما قلت لكم قاعد يخدم في خدمة شبابة على الاخر قاعد يكتشف ستيلات متاعه اكثر واكثر من هنا ومن الغادي يخدم لك على كل شيء على المواضيع الكل يخدم لك على الحومة يخدم لك على الغربة على الحب على الوجيعة فهمتني ولا قاعد يكسب في فانات بالكدي بالكدي فهمتني ولا بالنسبة الانسان مستمع كي تلقى موضوع يحكي عليه الرابور في التراك متاعه راي باش تعجبك اكثر واكثر واكثر سينو الموضوع اللي حكيه فيه فهمتني ولا في الحاجة هذه اللي هي أكبر موضوع يتحكي فيه في الدنيا وفي التاريخ العالم والبشرية فهمتني ولا اللي هو الحب وجيعة الحب فهمتني ولا للأسف الشديد ما تجم تتوقع حد شيء من حتى بشر حتى وكان يحبك وما بول بيك ويدي ما يعيش كان بيك أصلا ما تجمش تتوقع شنو ينجم يصير له في حياته شنو ينجم يتبدل في مخه فهمتني ولا بشي يزروحه ويمشي وما نيش نعطي فيه في عذر فهمتني ولا خطر غلط الانسان غلط الاولاد عندك شكون تحبه ولا عندك شكون يحبك ما تسلمش فيه وما تخليهش يسلم فيك اما ما تلزش عليه كان حصل نهار خمم انه كل واحد على روحه انت تمشي في طريق وانا نمشي في طريق ولعل وعسى سبحان الله نتقابله سواء ظروف متاع قرايه ظروف متاع سفر ظروف ما فما حتى ظرف راهو ينجم يبعد زوز قلوب يحبوا بعضهم تو سامبلومون المكتوب لولاد صحيح اما المكتوب تنجم انت مش تبدله اما كي ربي سبحانه يشوفك انت تجري في جرة الانسان ذاك ناوي عليه وتحب تكمل معاه حياتك وفي الحلال راهو ربي ما يخيبهاش بيك المكتوب يتبدل على خاطرك فهمت كيفاش هذا ما يمنعش لولاد ما تعرفش شنو مكتوبك دونك ما تنجمش تحكم وما تنجمش يجيك انسان يقول لك مكتوب فهمتني ولا كل واحد على روحه خاطر غلطه الحكايه انت منين تعرف المكتوب لا انت تعرف المكتوب ولا انا نعرف المكتوب فهمت كيفاش اما هذا ما يمنعش الولاد استحفظوا على رواحكم واستحفظوا على احبائكم واقاربكم ما تكرهوش الحب الحب راه حاجه باهيه الولاد اما عارفوا وين تحطوا ساقيكم هكا نكونوا كملنا رياكسيون يانجر زيد توتو باسا مانيش عارف حتى اش معناها اما هذا ما يمنعش توتو باسا توتو باسا ديني موتزاريلا حاجتك هيك فهمت كيفاش ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون الولاد ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا نتقابلوا ان شاء الله في اخر وقت ممكن ما تنسيوش اراءكم كومنتاريتكم دنيتكم اجواءكم سبسكرايب نتاعكم خاصه ومرحبا بكم على انستغرام بيجي ماتا رياكشن 22 من سكيول من هنا ومن غادي في البلايص الكل نتقابلوا ان شاء الله في اخر وقت ممكن بيس اند فاكن لوف